في فيديو اليوم انا هتخبى على هيئة موب لمدة 5 دقايق فقط. لازم فليكس يوسف خزنة والسوردوم يلاقوني قبل ما تخلص ال5 دقايق دول. الاماكن اللي انا هكون بتخبى فيها هي بنياتي ومشاريع من عالم الهاردكور القديم، ودي زي تكريم كده لكل الذكريات الحلوة اللي احنا عملناها، فاهمين؟ معظم البيانات اللي انتوا هتشوفوها هتكون متاحة للشراء في موقع لو حابين، يعني الرابط في الوصف. يا اخوان يلا اطول واحد يقعد على النار بدون ما يطلع هو الفايز. يلا صدم انت اول. الرجال منكم ما يطلع، الرجال منكم ما يطلع. طب شباب خلصت العشر دقائق، تعالوا ندور عمر. عمر انت متنكر كانك يوسف رزبه. اوكي كذا لا لا يوسف رزبه هو عمر. انا متنكر على انك انت سوردو. اوكي لا شباب مستحيل، هذا حركاته مره روبوت. اوكي ما اتوقع عمر يمديه ياكل. شباب شوف الموبات اذا تاكل في الارض، لو تاكل في الارض معناها مو هو. يا اخوان عمر قاعد فايت معاي. يا اخوان عمر معلق. اخوان عمر متخبي كسردو. اخوان عمر قاعد يلحقني. وينه؟ هل انت عمر ولا ناظر فيني اول ما اجيت؟ انت عمر برادر؟ لا 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 انا مش عمر. كذاب. اسمع الحيوانات لا تاكل مو عمر، لان يا عم تراني داري انه انت. تعال مو هو. تعال يا حمار مو هو. خلى برو شوف كيف ناظر فيك والله نصص. اح عمر يطيح لحم. طيب اخوان شوفوا خلنا نتقسم كذا، كل واحد يروح زاوية. كل واحد يروح زاوية. ليش كل ده متجمعين هنا؟ نتقسم. تخيل يكون خروف أسود. سوي مجنون. لا يوسف صلى الله النبي. خروف أسود إيه؟ إحنا في نهار رمضان. عمر الخامس أبو كلش من الأرض معناها أحمش هذاك الحمار. هلا والله. شباب قدامكم 3 دقايق كمان. هلا والله في خروف قاعد يركض. لقيت. وينه؟ وينه؟ قاعد يسمع مع سوردوم. قاعد يسمع خالد. وينه؟ عندي اخوان تعالوا 1800 اخوان صار حمار. طب يا محترم ليش تعطيني الاهداف؟ شوف هذا فليكس. واو فليكس ما يلعب عني دلوقتي. ليش براجي كذا؟ شباب جتني فكرة الارض. لو يمديك تجيب السيد وتوكلوا الخرفان مثلا او البقر، ما اتوقع عمر بتطلع عليه قلوب كذا لو توكلوه. ما في سيد؟ لا يا عمي عمر بحب اللحمه، ما شافش لحمه في حياته، فراح يطلع منك قلوب بالحالتين. اعطى فسيخ واحد يطلع فسيخ. يا عمي وطر حمار ذاك فسيخ. جد اعطى فسيخ. اخوان طيب انا عالق تحت الباب يا شيخ الو مره سريم حرفيا ما قدرت اسوي اشي، يعني هو موجود بس هو الحين راح في مهمه ثانيه، بس في خويه اسمه لاري الكعكة. لاري بقى كل يوم الساعه 9 الليل بيجي وبيجي معاه حلوى. تمام فاحنا بنطلع عشان ناكل حلوه لاري. كفو طيب راح نرجع هنا بعدين. طيب ما نقدر نفتح الباب ونطلع؟ يا عمي هذا هو، شوف كيف الاستراتيجية اني اكون اقرب. واتس يلا 10 ثواني شباب تبدأ من دلوقتي. يلا اوكي
10. يلا 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 امسكوه شباب امسكوه. ها شوف هذا هو هذا هو هذا هو حصلته حصلته هذا هو هذا هو. ما يلا اني قاعد معك مع الفيلجرز اللي هنا ده. شو اخباركم تعملين ايه؟ في ناس بتحاول تجيبني دلوقتي عشان يقتلوني فاهمين بس انت تمام. يا اخوان انا قاعد كذا قاعد ارجع بالزمن كل شوي. يا اخونا الحين بيتحول كلب عشانكم قلتوا لا تضربوا الكلاب. اخ صورتو اساسا عشان المحتوى انا متاكد راح يجي ينادر فينا. انا متاكد. خذها حلوه خذها حلوه. لحظه عمر انت ممنوع تطلع من القلعه صح كذا؟ لا طلع يا عم انا اوريدي قاعد بستكشف. اوكي 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 الهنت اللي انا جوا القلعه. عمر وينك؟ اللهم نسلم اللهم نسلم. اسمع 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 قتلوا كل شيء قدامكم وخلاص والله والله. لا 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 يا محزق. ايش كان ايش كان ايش كان ايش كان متحول؟ ما ادري فيلجر راح يا عمي قلت لكم اضربوا اي شيء ورحت ضربت الفيلجر اللي قدامي وطلع هو. او ماي جاد. يوسف عنده بركه يوسف عنده بركه ده الراوند الثاني. قتلوا كل موب موجود هنا وبرضه مش حلوين. انا قاعد في مكان ممتاز الا الحمار اللي هناك ده شكله صص. لحظه ازاي في حمار هنا اصلا؟ انا ما حطيتش حمير اليوم وراح في اجازه. ارنب ايش سوالك المسكين؟ كنت بسوي ملوخيه. خد 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 جيب عطنا ملوخيه الا كعروشتي بروح تفني بروح تفنها. طيب يلا يلا يلا, يلا بدينا. هذا هو هذا هو هذا هو عمر. والله تخيل كذا كنت اجيب. اكيد 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 هو ابو وجه اكيد اقتله كل ابو وجه الموجودين. يلا 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 بلشتوا يا عم يحكوا. طيب يا عم انا صافي اني لسه. يا رب يجيني كذا زي حدك كذا واقتله. هذا هو هذا هو هذا هو والله كدار يا عم استطعت. لا مو زاردم تعال بوريك شيء. تعال يا عم استاذ جاب اسوي شغله انا. تعال شوف تعال تعال وقف 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 وقف. اسمع 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 شوف 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 هذه البقره غريبه شوف. صلى الله على النبي. ليتس جو. النقطه قتلت قتلت بوجه جنبه وشفت بقره اخذت هذا السنوبول حقه ما ادري كيف. لبيني خسرت في الثلاث جولات الأخيرة، دلوقتي جي وقت الشباب إن هم اللي يتحولوا للموبات وأنا اللي أدور عليهم. عندي فكرة موبا هذا موبا تحول إله مستحيل يلاقيني أنا داخل البيئة حقي. لا بدي بسه. جايز 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 خذنا 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 تعال تعال نلاقي لك بسه. برضه شوف كيف قاعد أمشي. شوف كيف قاعد أمشي. ما حد بلاحظني. تعال تعال وينك؟ أنت وينك؟ عند الباب عند باب الدار. خذ خذ تعال. No one will know. ايش تبين انت يا بقره؟ تعال تعال اسمع وين الحقول وين الحقول؟ ما حد بيعرف ويني يا مخ. يا اخوان يا اخوان انت 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 الوانكم بيضه ورصاصي. انا وين وين انت ايش انت ايش؟ فوقي صار شوف فوقي صار خسرت فوقي صار وينكم؟ شوفوا بننقز بننقز
بقس شوف ديك تشوف ودي تبيه ولا لا شايفه ياخ وينم شوف شوف حقل شوف حقل اوكي انا جاي لا انا جاي شباب ماو لو مسكت واحد فيكم شباب شخصنا كويس ماو برو that's so funny يوسف لا تتعرق يا عندي عمي قاعد تشوف وين هو بس ميو ميو زيح زيح ميو كلد نيكول ده كلد نيكول نيو نيو خالد يا حمار لا تطلع من الماي اه يعني انت قطط لا انا شكون لا اسمع انا قصدي انا خالد ضل في الموية يا غبي في الموية كمان انزل من الجبل فليكا انزل من الجبل فليكا فليكس لازم نتنفس لازم نتنفس لازم نطلع يب انا انا براخ انا ليش عندي ذلك كيف باوك على الشباب احول قرماو قرماو شوف اتبع استراتيجية يوسف فاتر كل حاجة شفها يلا خذ راحتك الظروف هاني يتم فضحنا هسه قول لي يزيح قول لي يزيح اي اي راح خلاص زاح اوكي لا لا شوف تستخبيته في مكان حلو مرة دي احسن منك عمر يا اخي كلهم NPCs حرارنا شالكر بوكس عندكم شالكر بوكس كم واحد عشان في مليون واحد يا عمي وين راح ذا ما صرت اشوفه طلعك مرة بارد يا عمر مرة بعيد مرة بارد عمر عاملني باحترام اكثر عمر فليكس عاملني كشاي الابيض اسف اسف قاعد ادوره قاعد يدور بس راسي عادي ما اتوقع انيو يقول اصلا صردم لا صردم تعال نروح عنده تعال نروح عنده شو رايك بدر انا الدراغات واسكي من نفسك يا شباب يب عمر عمر تعال نرحب عمر طالع طالع وراك عمر عمر طالع وراك وين لا 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 وقف وقف يا غبي عمر ما شاف يا عمي ذا احول ما بشوف عمر طالع وراك اني وراي في مليون وراي قاعد قاعد تسوي 360 ها الا هذه كانت اختي ليش ذبحتها هذه كانت اختك يب ليش تذبحها شفتني وانا بذبحها لا ما اللي ايه كان شعورك لما ذبحتها يعني حسيت انه كذا حسيت انه يومي جاي جاي عليكم جاي عليكم قاعد يسخن قاعد يسخن كيف اطلع يا ليل الحمار عمر تراك تراك حار بساعدك لانك ما قدرت تصيد ولا احد ايش قاعد تقول لهوت انت مره حار عمر عمر مره حار والله والله عمر والله ما شاء الله عليك والله عمر انت الحين بردت بردت عمر عمر حاليا خد امسك طيب يا عمار صدمت والله تصدمت خد برو سوردوم يا عمي الحين ما شاء الله عمر عمر بعلمكم كادهم بعلمكم كادهم وخلي لا 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 شفتهم خلاص تعال بعلمكم كادهم لا لا تعال هيك لا بليتكم يا ليه تحول فيلجر كيف شافنا يلا خزنا روح يلا 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 روح خزنا خلاص سلوات ابلع سلوات ايزي لقيتكم في اخر ثانيه بس ما عرفتش اجيب الخزنه جيب الغرفه اللي هو فيها انا وراه برذر يو ويلكم من ده طبعا انا 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 يا عمي انا
انا اللي معك في الغرفه. وات بالغرفه لا لا مين السمكه؟ انا يلا جايز يلا ايش قاعد تسوي ترى تعالوا نلحق طول الراوند ترى بلاحظ. اوكي انا جاي برو. خد برو والله هذا ما اسمع لحظه مش ما فيش هيت بوكس ما فيش هيت بوكس برادر مستحيل يلاقينا عمر تلاقينا تلاقينا لك 100 دولار ما امزح. ايش رايك نروح لو نجهن ما بيقدر يضربنا في الاحوال. عمر كنت شايفني عمر صح؟ ياس دلوقتي اختفيت. سمع تعالوا هنا تعالوا يلا عمر عمر تلعبوا علي لعيب ها شباب. تعال يا عمر شوف عمر شوفني تعال تحت السيارة تحت السيارة تحت السيارة والله لا كسر ام البيت ما يمدي هلا شوف ما درش تروبو حتى ما درش تروبو روح اخاو روح اللي قاعد تحت العربة يلا 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 وقف كذا كان مش بس هذا بس تراني هونشت لا تضربني في لحم طاير هذا بتعرف شيء طالع من اللحم طيب وين طالع هو؟ لا تدف يا لا تدفني لا تدفني يا عمري تعاملك معانا مره بارده يا تعال فشتك عمر 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 خلني أفضحهم خلني أعيش وفضحهم خلني أعيش وفضحهم واقف قري ما تقفك واقف قري أوكي نعمل اتفاق إذا قلت لي على مكانهم هسيبك عايش شاتبك. طيب اسمع تعال بدليك الحقني اوكي بس ترى لو ضحكت عليها اقتلك في نفس الثانيه يبي يبقى داري انا يعني هي لي اصلا كوني قطه هي لي قليل يبي تعال الحقني يلا وراك يا عم وين اصلا فلومي بجيبها يا ويلكم بفضحكم اصبر عشان شو اسمه عشان يحسبوني بكذب عليك لا انت كيف ما شافنا انا والله غبي برو شو اسمه يعني في شيء كذا غريب في نص الماب كذا وما يشوف والله اخذنا روح نيكول باتن المرة دي أنا اخترت خزنة وسردو من يكونوا معايا ويستخبوا معايا ويوسف وفليكس هم اللي دوروا علينا. الموضوع كان غريب. وات كيف؟ برو كيف سويتها؟ سويت لي فكرة الأرض كيف؟ أنا بكون ضفدع وبكون قاعد كده جنب البحيرة. ليش بتكون ضفدع؟ طيب. عشان ليش لا الضفدع حلو. أنا إيش طيب؟ اسمع خزنة خليك خزنة. يلا هاي ما راح يتوقعوا هذا ان شاء الله لكونيش انا بلعب عليهم بسوي نفسي اكسلاتول واول ما نبدا كذا بغير شو الاكسلاتول هذا النتن شو النتن ترجم
يلا يلا حول غزنة خول السمكة حول ايش تحول انت قلت تحول خزنة طيب لو قلنا لك نط من لو قلنا لك نط في النار بتنط يب خزنة نط في النار وين النار لا لا برو شباب هتلاقوا خزنة اخر واحد اسمع قتل كل الضفادع ما ادري ايش كذا عندي احساس انهم ضفادع يا لا شلون يا اخي هذا صص ليش تقفز ليش يا عمي اكثر شيء صصوا هذول اكسلورز الهمه اكسلورز اكسلورز يا الله كلهم والله اكسلورز برا صص الله يلي داخل المويه لا لا هذا شفته وينه وينه ده انت يا عمي في الضفدع طلع من المويه وهو مو متعول الو كيف فهمني حتى الضفادع اخواني ديكم تلاقون خزنه لا لا والله ما ادري وينه تهردم انا حتى مش شايف خزنه وات يا عمي وات في عمر ده انا يا حمار ده انا بس اسمع شوف ممكن هنا وين خالد ليش ما ليش ما لاحظ خالد وينه خالد تكلم الوش في هذا مأفك خالد مستخبى شو هذا البقرة مأفكة بعد انت الوردي اسمع فكر لو كنت مكانهم وين بتروح اسمع لقيته تعال هو اكس لاقل والله قدام هذا هو تعال عندي من تلك صلاقل يا ابي كيف تقولها كذا اكثر لار وينه طب لا مستحيل اني قلت لي داخل المويه ما كنت داخل المويه طب اللي داخل المويه الحين لا وينك هايبر مو هايبر وينك يوسف؟ ايش قاعد انت تحكون؟ صدت هناك لا مدري كان اسمع كان قاعد كان متحول بوجهه كان يمشي ويحط اسنانه تحت كذا الغبي عمر اكسلات الوردي يا اخوان لا يا خاين يا خاين يلا قايل يا خاين يما ابوان وان خالد طيب يا اخوان ذبح اكسلات الوردي ثاني بدي وين المكان ذاك اللي فيه كثير اكس لولز فيكم او ماي جاد 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 اكوردة تعال اسمع تعال بعد اكوردة ارجع خالد ارجع حبيبي برو وات ليش بتفضع قاعد يرعى البقر هنا او ماي جاد انت اخويا انت كنت في وشي كنت بتبصولي برو برو البقر حامي البقر حامي الو وين ذا فضل تقطش فضل 10 ثواني فضل 10 ثواني تعال 10 ثواني كيف امي سيء وين والله لا والله لا عيشها والله لا عيشها ال 10 ثواني والله لا عيشها ال 10 ثواني لا القوم